يرى في الشارع امرأة سافرة يقول لها تحجب، وإنسانا لا يصلي يقول له صلي، وإنسانا لا يحج يقول له حجة، وإنسانا يشرب الخمر يقول له لا تشرب الخمر. هل هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير؟ لا، هذه أمور جزئية بسيطة يجب، لا شك، حتى إذا إنسان واحد تراه يشرب الخمر يجب عليك أن تقول له لا تشرب الخمر، حتى إذا إنسان رأيته وفي ذمته دينار خمس وهو لا يؤدي يجب عليك أن تقول له أدي خمس، هذا لا شك فيه. لكن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ليس هكذا، وإنما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير معناه التفاعل مع المجتمع للإصلاح. فرق بين أني إنسان على ديوانيتي وصلاتي ومدرستي، وأحياناً أرى إنساناً في الشارع يشرب الخمر أقول له لا تشرب الخمر، وفرق بين أن أكون أنا إنساناً متفاعلاً مع المجتمع في سبيل إصلاحه وتقويمه تقويماً عاماً. الرسول والأئمة الطاهرون والأنبياء والعلماء الراشدون كلهم كانوا أمثلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفاعليا، وإلا قلت لناد حمار لا تشرب الخمر وفي كل يوم يزداد أسواق الخمر، شربوا هذا ماء خمار ما شربوا أو شربوا، أو ما لم يصلوا أو صلوا، التفاعل مع المجتمع. نمثل مثال ونقول قصة. كنت تمر في هذا الشارع وإذا بسيارة دهست طفلة وأنت واقف، إنسان مر ضحك لأن بينه وبين هذا الإنسان المدهوس عداوة، هذا إنسان مر وراء هذا الشيء وضحك فرح، الإنسان الثاني مر ولم يعني به الأمر شيء وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، لم يهمه شيء أبدا، لا فرح ولا حزن، هذا الإنسان الثاني. وإنسان مر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف شلون زمان يدهس الطفل في الشارع العام ولا يقال شيء ومر، هذا ثلاثة. إنسان رابع مر قال عجيب زمان لازم الإمام الحج يأتي ويصلح الأوضاع، وإلا من هؤلاء الشباب المستهترين في الشوارع ولا أزقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الإنسان الرابع. وإنسان الخامس المر وأخذ يبكي ويصيح ويلطم على رأسه كأم الطفل أو أبو الطفل، وأخذ من يجيب لشفاء الطفل، هذا الإنسان الخامس. وإنسان شاف هذا الشيء وتأثر وحمل الطفل وخلاه في سيارة وداه للمستشفى الأميري وعالجه حتى أبرأه، أي إنسان صنع حسنا من هؤلاء الستة؟ التفاعل مع المجتمع معناه هذا.
الإنسان يجب عليه إذا رأى المنكر أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجب عليه أن يدعو الله تعالى ويأخذ من يجيب، ويجب عليه أن يتأثر. لكن كل ذلك لا يعني هذا الطفل، هذا الطفل المدهوس، وإنما الذي يعني هذا الطفل المدهوس والذي يبرأه ويشفيه أن تحمله أنت وتذهب به إلى المستشفى وتعالجه وتداويه حتى يشفي. هذا معنى أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعوة إلى الخير. هذا معنى قلت أولئك الأشياء صحيح لا شك، حتى إذا رأيت طفلا لا يصلي قل له صلي، لكن مو هذا معنى الأمر بالمعروف ككل، هذا كجزء صح. معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لأن هذه كلمات ترجمها الأنبياء والأئمة، لأن الأنبياء والأئمة ترجمة عملية. الأنبياء والأئمة والعلماء الراشدون ترجمة عملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، ترجمة عملية. كيف ترجموها عمليا؟ ترجموها بالتفاعل والإصلاح، هذا هو الشيء المفيد إذا أردنا التقدم. ونحن الآن بأجمعنا مشغولين بهذا الشيء، يمكن نوادر مشغولين، ما أقول بأجمعنا يعني إحنا قاعدين، بأجمع المسلمين أقصد، إحنا مو مشغولين بالتفاعل مع المجتمع. الذين يتفاعلون مع المجتمع هم الشيوعيون إلى جانب الشرق، هم البعثيون إلى جانب الغرب، هم القوميون إلى وسط بين الشرق والغرب، هؤلاء المتفاعلون، لأن هؤلاء هم مأخذين بالأزمة، هؤلاء هم المتفاعلون الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. شوفوا الله تعالى جعل وصف المؤمنين هذه الوصف، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، شنو؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليها حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أصلا معنى الإصلاح، معنى الهداية، معنى الإرشاد، معنى الأمر بالمعروف، معنى التعاون على الخير، معنى النهي عن المنكر، معنى الدعوة إلى الخير، ومعناه التفاعل مع المجتمع. وحيث أن المؤمنين المتدينين لم يتفاعلوا، جاء من الشرق يتفاعل ومن الغرب يتفاعل، وهؤلاء صاروا كديكور غافر الله، ديكور المجتمع. شايفين المتدينون في هذا اليوم في أغلب مجتمعاتنا وأغلب بلادنا ديكور المجتمع. رأيت أحد العلماء في أحد البلاد الإسلامية عالم وكل شيء عنده، قلت له لماذا لا تعمل؟ قال أنا أديت رسالة. قلت شنو أدأت للرسالة؟ صديق ما كان كلش توفي الله يرحمه، قال أنه ألفت كتاب في أصول الدين. إنسان يأخذ من الله 80 سنة عمر ويأكل ويشرب وله مكانة وعلم وعمل وكل شيء، كل أداء رسالتي يتصور أنه ألف كتاباً حول أصول الدين لا أكثر ولا أقل. وأقول إحنا طبعنا كتاباً، هو ما طبعنا، إحنا طبعنا في سلسلة المنابع في كربلاء، أداء رسالتي هذا. قصة تاريخية يجب علينا أن نعرفها بتفصيل، إني أذكرها بإجمال بعدين أريد التعليق عليها. يعني القصة هو كتاب مو قصة. قبل تقريبا 90 سنة 80 سنة أقل، أكثر من 80 سنة، ناصر الدين شاه، شاه القاجار الإيراني، هذا فرد إنسان ضعيف كان بالرغم من الكثير من الناس يمدحونه، لكن في الحقيقة كان إنسانا ضعيفا، حتى إذا كان متدين كان ضعيفا، ضعيف الشخص. ذهب إلى الغرب ذات مرة، وهناك في الغرب على الإصطلاح قصوا عليه وقشمروه، واشترى الإنجليز منه تمباك إيران في قمة
حبال ثمن زهيد وجاء رجع إلى البلاد وجعل أراضي المزروعة بالتنباك في كل إيران تحت سيطرة البريطانيين. البريطانيين أرادوا الدخول في إيران والتغلغل في إيران من هذه الناحية. استعمار أراد التغلغل من هذه الناحية، فاشتروا منه التنباك حتى يتغلغلوا في إيران بهذا الاسم. الاستعمار الاقتصادي على المشهور. المسلمون في إيران هاجوا وماجوا ضد هذا الشيء. والإنسان الذي يطالع هذه القصة من أولها إلى آخرها، وقد ألفت هذه القصة في كتب، جميعهم قاموا ضد هذا المشروع. لماذا؟ لأن المشروع ينافي مادة من مواد الإسلام. مادة الإسلام تقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. يعني أنك عندك تنباك تبغ، يحق لك أن تبيعه إلى أي إنسان وبأية قيمة، وأن تبيعه أو لا تبيعه. بينما هذه المعاهدة الإيرانية البريطانية كانت تقول بأنك ليس لك حق أن تبيع تبغك إلا بهذه الشركة البريطانية، ولا يحق لك أن تبيع تبغك إلا بالقيمة المقررة والمحددة، ولا يحق لك أن لا تبيع تبغك. فصار خلاف شنو؟ خلاف الناس مسلطون على أموال. إيران على كبرها في ذلك اليوم هاجت وماجت. حتى أنا شفت في فرد التاريخ، شخصياً أنا شفت شيراز وهي مدينة إيرانية 6 أشهر كل الكسبة عزلوا الدكاكين. 6 أشهر كل الكسبة أغلقوا الدكاكين استنكاراً لهذا القانون وهذه المادة. وهذا شيء يحتاج إلى تصورها. الكاسب يعزل دكانه في الكسبة، أكو 100 تاجر يتمكن أن يأكل ويشرب، أما أغلب الكسبة هؤلاء يكتسبون ويأكلون. إذا غلق دكانه من أين يأكل ويشرب؟ فمدينة يغلق دكاكينه 6 أشهر على طول الخط، هذا من أغرب القصص، وهي قصة واقعية. هم أغلقوا الدكاكين، ويومية هؤلاء يجتمعون في المساجد وعند العلماء وعند الحسينيات، والخطباء يصعدون المنبر ويهاجمون هذا القانون مال ناصر الدين شاه، ويتوسلون بالإمام المهدي ويبكون ويتضرعون ويكونون مظاهرات في كل إيران. في كل إيران كان عزل الدكاكين، عزل الدكاكين في كل، لكن 6 أشهر الذي رأيته في هذا المكان كان بالذات في شيراز. وأنا شفت في تاريخ أن ذاك اليوم المرجع الأعلى للشيعة هو المرزا حسن الشيرازي في سامراء، فأخذوا يبرقون إلى المرزا بأن يفتي بالجهاد ضد هذا القانون حتى يصطدموا مع الدولة ويقتلوا ويقتلوا. مرزا ما يطلع، أبرقوا جماعة وبرقية ثانية وبرقية ثالثة وبرقية رابعة وبرقية خامسة، والبريطانيين يأتون بجنودهم إلى إيران تحت ستار التنباك، حتى اجتمع في إيران من البريطانيين 400,000 إنسان في كل مكان. جعلوا فرد مكان باسم حصار التبر مثل سفارة في كل بلد، في شيراز، في تبريز، في أصفهان، في زنجان، في طهران، في قوم، في كل مكان. ويأتون هؤلاء خبراء بطبيعة الحال، خبراء في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في التربية، لكن تحت هذا الستار اجوا. والناس يضجون إلى العلماء، إلى المظاهرات، إلى المساجد، إلى الحسينيات، ويبرقون إلى المرزا أنه أفت بشيء في الموضوع، وهو المرجع الأعلى في ذلك.
وجماعة من أصحاب كتب هؤلاء أحرقوا محاصيلهم بأيديهم. أحرق محاصيل يعني كانوا يأتون بمحاصيلهم في الشارع العام، في مثلا أفرض فلكة عامة أو في قريب المدينة، ويصبون عليها النفط أو فرد مادة سائلة أخرى مشتعلة ويحرقونها عن آخر إحراق، ويذهبون إلى أيضا نفس محلات الزراعة والمحاصيل ويحرقون المحاصيل إحراق. حتى هذا القانون ضد الإسلام لا يطبق، وحتى وصلت إلى المرزا 12,000 برقية استنكارية. 12,000 برقية يعني فريد شيء كلش قائل، لا واحدة ولا اثنتان ولا عشرة من العلماء من الخطباء من الوزراء من كل الأصنام وصلت البرقية. يعني قصة طالت وهيجان عام في البلاد واصطدامات مسلحة وما أشبه، حتى كتب المرزا بسم الله الرحمن الرحيم كتابا بعد استشارة جماعة علماء وقصة طويلة، كتب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم استعمال التبغ في إيران في حكم محاربة إمام الزمان. يعني كل من يستعمل التبغ بيعا شراء تدخينا أي لون هذا كأنه يحارب ولي العصر. كتب هذه الفتوى وأمضى، وذاك اليوم ماكو مطابع. أوصله إلى أكبر علماء طهران الأشتياني، الآن حفيده موجود لكن وقت الشيخ محمد حسن الأشتياني هذا أكبر علماء طهران بطل. أكبر علماء العصر، الآن حفيده موجود في طهران أيضا عالم، وأبوه أيضا كان عالم، وجده في ذلك الدور هو أكبر العلماء، أبرق هذه الفتية إلى هذا العالم. في نفس الوقت هذه الفتية كثروها بالأقلام، ماكو مطابع، يعني وإن كانت مطابع مطابع قليلة جدا، بمئات الملايين صارت هذه الفتوى تكتب وترسل إلى كل بلاد إيران. لما هذا الشيء صار وهذه الفتية، كل الناس امتنعوا عن شرب التدخين، خلاص عن بيعه عن شرائه عن شربه. فرد قصة جميلة أنه فرد واحد في إحدى المقاهي كان يشرب الخمر، واحد فاسق، فرأى إنسان يشرب سبيل، أكو فريد شيء يسمى شيء سبيل شطر، هذا اللي طويل وشوية يخلوه فيه يشربوا إلى الخمر. قال له إيه وش تشرب هذا؟ هو الخمار قال له هذا الإنسان، قال له وش تدخن؟ حرام هذا، شلون تدخن؟ قال أنت تشرب خمر وخمر أكبر من هذا، قال لا خمر تحريم الله، هذا تحريم المرجع، وكم غاشي ضربه وكسر شطبه. ففي كل إيران صار مقاطعة، يقولون مقاطعة البضايع، مقاطعة لهذا الشيء. إذا مقاطعة فما لها قيمة معنا، وهذه الاضطرابات الكثيرة. ولما راحت الفتوى إلى طهران، والشيخ محمد حسن الأشتياني ذاك العالم الكبير ذاك اليوم في طهران أخذ الفتوى، طلعت فرد مظاهرة صاخبة في طهران من بيت الشيخ محمد حسن الأشتياني إلى قصر ناصر الدين شاه، ويطالبونه بإلغاء الامتياز. لما وصلوا قرب القصر ناصر الدين شاه أمر جلاوزته بأن يضربوا هؤلاء بالرصاص، فضربوهم بالعزل، وصارت فرد مقتلة عظيمة عند قصر ناصر الدين شاه، دماء كذا. وأرسل الكلام إلى شمعان حسن الأشتياني، ناصر الدين شاه قال له أخرج من البلد، قال نعم في بلد أنت أخرج. ولما أراد شمعان حسن الأشتياني أن يخرج، الناس ضجوا ومظاهرات طلعت وكذا، ناصر الدين شاه شاف هذا أسوأ، فقال يعني أرسل الخبر إلى شمعان حسن الأشتياني أنه لا أكبر. زوجة ناصر الدين شاه، هو ناصر الدين شاه يشرب الدخان، زوجته أمرها
أن يجهز له غرش على الاصطلاح أو قدو على الاصطلاح. زوجته مقارف ما أسمع قلوش قال لأنه حرام. زوجة الشاه ناصر الدين شاه بالنفسه يقول هذا الكلام كلش عجيب. ناصر الدين شاه قال لها من حرمها الغرشة؟ قالت هي الذي حللني لك هو الذي حرم هذا الشيء. يعني أنا شلون زوجتك؟ مو بالعقل مو بالإسلام. نفس هذا الإنسان هو الذي يقول هذا حرام. ما يغضب؟ قال تغضب أو لا تغضب أنا ما أصير حرام. بعد 8 أشهر تقريبا 7 أشهر الشاه ناصر الدين شاه راى انه مو من الصلاح هذا الشيء، لان كل بلاد اضطراب ومظاهرات واصطدامات بين مسلحه وغير مسلحه وعزل الدكاكين والصواب هائل غير الذين قتلوا امام قصره. وثم نفس البريطانيين راوا انهم ما يتمكنون يعيشون، لان مقاطعه صارت معهم مقاطعة عامة، الناس لا يبيعون لا يشترون منه لا يساكنون لا يشترون منهم تبر لا يعطونهم التبر يهرقون التبوب في الساحات العامة. فاضطر إلى ماذا؟ إلى إلغاء الامتياز. وقال هو الشاه الشيخ محمد حسن أبرق إلى المرزا أن الامتياز ألغي. قال صحيح الامتياز ألغي، لكن يجب أن كل هؤلاء الإنجليزيين 400,000 يخرجون من إيران حتى أنا أبرق إلى المرزا. جماعة من العلماء أبرقوا إلى المرزا، مرزا قال لا لازم نشوف شيخ محمد حسن إيش وقت يبرق، ذاك الوقت إحنا نلغي تعليم المناصب ومقاطعة. حتى خرج كل هؤلاء من إيران كلهم بالإجماع، ذاك الوقت شيخ محمد حسن أبرق إلى المرزا على أن هؤلاء الامتياز ألغي وهؤلاء خرجوا كلهم. المرزا أفتى بتحليل قال رجعت تنبض كما كان، من شاء أن يدخن فليدخن ومن شاء أن يبيع فليبيع ومن شاء أن يشتري فليشتري وانتهى كله. في هذا الوقت السفير البريطاني في أستانة في تركيا ذهب إلى عبد الحميد، لأن ذاك اليوم الحكومات الإسلامية حكومتان، الحكومة الإيرانية قاجارية والحكومة العثمانية. عبد الحميد ذاك اليوم في تركيا، لأن ذاك اليوم تركيا إمبراطورية وحكومة جدا كبيرة. السفير البريطاني ذهب إلى عبد الحميد وقال لعبد الحميد في الممالك الإسلامية كم حكومة؟ قال حكومتان. من الحكومتان؟ الحكومة الإسلامية الشيعية إيران، عبد الحميد يقول للسفير البريطاني، والحكومة الإسلامية السنية عبد الحميد والعثمانيون قاجاريون والعثمانيون. السفير البريطاني سأل عن أحدث هذا فريد اضطراب عام في جهاد ذلك اليوم البريطانيين، القصة مو قصة صغيرة كانت. سأل منه السفير البريطاني سأل ممن؟ من عبد الحميد الإمبراطورية العثمانية، إمبراطور العثمانيين. سأل من؟ قال فنحن سمعنا عن شخص آخر أيضا أكو، من هو؟ عبد الحميد سأل من؟ قال أم يقولون محمد حسن في سامراء، وسامراء ذاك اليوم تحت الحكم العثماني، لأن العراق كانت تحت الحكم العثماني ذاك اليوم. قالوا إني راجعتكم حيث أنه سمعت أن هذا الشخص في بلادكم، فمن هذا؟ وكم عدته وعتاده؟ وكم جيشه وسلاحه؟ وهل هو حاكم ثالث في البلاد الإسلامية؟ عبد الحميد أحس بأنه شنو يريد يقول؟ يعني عبد الحميد كان مطلع عن الأوضاع التي تجري في إيران. قال الحقيقة هذا الشخص مثل ما قلت هو في بلادي صحيح، لكنه ليس له جيش ولا سلاح ولا عتاد ولا سلطة. قال فكيف يتمكن من أن يعمل أعمال كبيرة بمستوى الحكومات؟ عبد الحميد قال له، عبد الحميد قال له إن لهذا الشخص وهو محمد حسن خادمان اثنان هما ينفذان كل أوامره.
من هم الخادم؟ هو على بساطته سأل من هو الخادم؟ قال أحدهما عبد الحميد والثاني ناصر الدين شاه. هذا حكمه فوق حكمهما. هو عبد الحميد ما أراد أن يفهمه نحن حتى إذا أردنا شيئا السلطات الدينية فوق سلطاتنا، أراد أن يفهمه هذا الموضوع. قال له خادمان اثنان ينفذان أمره وقوته بهما، أحدهما عبد الحميد والثاني ناصر الدين شاه. الدين إذا تفاعل مع كل المجتمع من الطبيعي أن الناس يحاربون أي قانون يخالف الإسلام، مش واضح؟ لأنهم متدينون. الآن إذا جاء إنسان وقال لأحدكم اشرب الخمر، لماذا لا تشرب؟ أو قال لا سمح الله ازني، أو قال لأي متدين، لماذا لا يزني؟ لأن الدين متفاعل معه. الدين المتفاعل يجعل الناس كلهم جبهة أمام الكفر، أمام الإلحاد، أمام المنكرات، أمام الانحرافات، جبهة جبهة يجعلها، فلا يتمكن من النفوذ فيهم لا ملحد ولا فاسق ولا شرقي ولا غربي ولا انحراف ولا محرم، لا ينفذ فيهم أبدا. أما إذا قال الدين لم يتفاعل مع المجتمع، الدين الذي لا يتفاعل مع المجتمع هذا دين ميت، هذا دين فقط في المدرسة وفقط في المسجد وفقط في القرآن الحكيم لمن قرأه وفقط في مفاتيح الجنان، هذا دين لا يتفاعل مع المجتمع. والدين كيف يتفاعل وكيف لا يتفاعل؟ بحملته. إذا حملت الدين متفاعلون مع المجتمع الدين يتفاعل، إذا حملت الدين مو متفاعلين مع المجتمع الدين ما يتفاعل، لأن الدين وحده لا يشق الطريق أمامه. إذا كان الدين وحده يشق الطريق أمام نفسه فإن رسول الله لم يحتج إلى حرب ولا إلى خطبة ولا إلى بذل مال ولا إلى جهود ولا إلى جهاد، كان يقول الدين هو نفسه يشق الطريق أمام نفسه وكفى ويجلس في داره. الدين لحملته، حملة الدين من؟ هم العلماء، هي الأقلام، هم الخطباء الذين هم قوامون وقائمون على الدين، هؤلاء هم عملة الدين. كلما كان هؤلاء تفاعلهم مع المجتمع أكثر كان نفوذهم في الحياة أكثر وكان نفوذ الدين أكثر. وفائدة نفوذ الدين السيادة، بس من الناس يتصورون أن فائدة الدين هو الآخرة فقط والجنة والحصول، لا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة يعني شنو؟ يعني أنت السيد، يعني أنت الشخصية، يعني البلاد الإسلامية هي الشخصية، بلاد الإسلامية هي العزيزة، بلاد الإسلامية هي الرفيعة. قبل تقريبا 400 سنة الحكومة الهندية كانت حكومة إسلامية، هذا الذاكري اجتاحوا البلاد الإسلامية تحولوا إلى مسلمين وأخذوا يحمون الإسلام هم بأنفسهم ببركة قوة المسلمين ذاك اليوم. المسلمين كانوا كالنهر يطهروا كل شيء، حتى إذا وقعت فيه النجاسة ألقى قطرة من النجاسة في هذا البحر بعد ربع ساعة يتحول إلى طهارة وخلاص. المسلمون كانوا ذاك اليوم هكذا. المغول دخلوا البلاد الإسلامية كفارا يحاربون الإسلام والمسلمين، لكن ببركة نصير الدين الطوسي وأمثال نصير الدين الطوسي تحولوا إلى مسلمين وتحولوا إلى حماة الإسلام مو فقط مسلمين. فالمغول كانوا يحكمون الهند كما أن المغول كانوا يحكمون موسكو، هذه الموسكو اللي الآن عاصمة الشيوعية، هذه كانت لأيدي المسلمين. والنفس كرملين، قصر كرملين كان يحكمها حاكم إسلامي، رجع التاريخ قبل 450 سنة، يعني شيوعية ما كانت، ما كانت شيء طبيعي، قيصرية هم ما كانت، وإنما حكام الهند وحكام موسكو الاتحاد السوفيتي مسلمون، بلاد إسلامية كانت هذه البلاد.
شفرد كتاب شفت في العراق هذا ما أدري ما أتذكر ياك كتاب كان الآن أن الشيوعيين لما سيطروا على البلاد الاتحاد السوفيتي هدموا 17,000 مسجد 17,000 مسجد هدموا كونه مسجد إما هدما كاملا وإما جعلوه مثلا محل الشرطة أو مدرسة أو مخزن أو ما أشبه حتى جعلوا قسم من المساجد إسطبلات للحيوانات فكانت هذني بلاد إسلامية كلها الشاهد في أنه فكان الحاكم المغولي يحكم الهند بمبال هنا اللي كان إندرا غاندي يحكم وتحت الآن غيره يحكم وغيره يحكم السفير الغربي جاء سفير لندن جاء إلى بمباي يريد مقابلة الملك المغولي الملك المسلم بقي يلتمس من الوزراء أن يأخذوا له موعدا عند الملك حتى يقابل الملك الكلام في العزة وأن الإسلام ماذا يفعل بالمسلمين وأن ترك الإسلام ماذا يفعل الوزراء يقولون للملك أن السفير البريطاني يريد مقابلتكم ميجي بقي هناك السفير البريطاني هذه 5 شهور 6 شهور سنة أقل أكثر لأن القصة هو قبل شفته هو ميطيب أحيانا كل مدة ومدة هو يصر عليهم أنه أريد أقابل الملك ما يقبله هو ميجاوب الملك ميجاوب أخير شيء وسط رئيس الوزراء أن يقول للملك أن السفير البريطاني يريد مواجهتك ومقابلتك رئيس الوزراء قال للملك بعد ما عدوا 6 شهور 10 شهور فهذا شيء طويل جدا طويل الملك قال له اسمعوا الكلمة والعزة والذي تركناه خلفنا لما تركنا الإسلام قال الملك له لا يحق لسفير بلاد تعيش على السمك والصيد أن يقابل ملك المسلمين اطرده عن البلاد هذه كانت الفرصة لا يحق لسفير بلاد تعيش على السمك والصيد لأن لندن جزيرة أهلها يعيشون على السمك والصيد في ذلك اليوم لا يحق له أن يقابل ملك المسلمين اطرده عن البلاد التفاعل الإسلامي معناه عزة المسلمين معناه سيادة المسلمين معناه أنهم لا يعلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يعني إذا مو مؤمنين مو أنتم الأعلون أبدا بالفعل الآن في بعض بلادنا يطالبون بالسلام من إسرائيل وإسرائيل يبني مستوطنات في نفس الأراضي المحتلة الآن هذا معنى عدم العزة المسلمين لقصة المشهورة تعرفونها فالمهم بالنسبة إلى رجل الدين التفاعل مع المجتمع ولا نقصد رجل الدين يعني المعممها كل إنسان يحمل شعورا دينيا ولو تاجر ولو موظف هؤلاء يجب أن يتفاعلوا مع المجتمع لبث الدين أما مسألة انظر إلى فرد سافرة المجتمع وقل لها أنت سافرة وقل لخمار في بلد أنت خمار وقل لتارك صلاة أنك تترك الصلاة ويجب أن تصلي هذا بالحقيقة لا في أول يوم كان يداوي ولا في هذا اليوم ولا إلى يوم يبعثون في يوم واجب لا شك لكن مو هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس هذا معنى الدعوة إلى الله والتعاون في الخير والتعاون على البر والتقوى معنى كل إنسان يتفاعل مع المجتمع تفاعل مع المجتمع أردنا التفاعل مع المجتمع الآن فرضا وكل شخص ذهب إلى بلده وبلاده وأراد أن يتفاعل مع المجتمع يعني شلون يتفاعل مع المجتمع
يعني يحفظ المجتمع، يجمع المجتمع، يبني مدارس، هذا تفاعل مع المجتمع. لأنك إذا بنيت مدرسة فيها 1000 طالب يعني وجهت 1000 طالب توجيها إسلاميا، وأنك إذا أخرجت مجلة إسلامية شهرية حتى يكون خطا، معناه أن قراء هذه المجلة 10000، 10000 إنسان جعلتهم في خط إسلامي زائدا أو ناقصا. وأنك إذا بنيت حسينية حية، لا حسينية 10 أيام فقط يقرأ فيها وانتهى كل شيء، وأنك إذا بنيت حسينية حية معناه جعلت خطا إسلاميا. وكذلك المكتبة، وكذلك النادي. المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه بنى ناديا في الصور باسم نادي الإمام الصادق، وهو كان مرجع في زمانه، بنى نادي، لأن الشباب لماذا يذهبون إلى نادي القمار أو نادي الفجور أو نادي الخمور؟ يذهبون إلى هذا. بنى جامعة وبنى نادي وألف كتب طبع منها لعله ملايين، تفاعل مع المجتمع. فمن الضروري التفاعل مع المجتمع، التفاعل بهذا المعنى. هذا إذا تفاعلنا مع المجتمع أخذنا المجتمع، يعني أخذ الدين المجتمع، وإذا أخذ الدين المجتمع نتيجتها السيادة ونتيجتها العزة. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.